بسم الأب والابن والروح القدس. اليوم قراءتنا هي من إنجيل متى الإصحاح الخامس، وهي الموعظة على الجبل. أكيد يندرج تحت الموعظة على الجبل. يسوع يبدي يتكلم وكأنه موسى الجديد. متى يراويه هيجي؟ ليش؟ لأنه الآن هو على الجبل، وكم امتداد من العهد القديم، وكم تصاعد روحي بالخبرة، خبرة حضور الله. الله كان فوق وموسى كان جوا، وده ينطي الكلام الذي يأتي من السماء إلى الشعب. الآن الله أصبح بالجسد حاضر، وطبعا هذا الحضور هو ينبوع الغفران في داخل كل إنسان، وبنفس الوقت هو جرعة قوية تأخذها حتى شنو؟ حتى تنتعش، حتى تعرف بأنه أنت وين مكانك، وين هي وين هو الوطن، وشنو شروط الوطن. وخلينا نقولها بين قوسين، شنو المواطنة؟ يعني أنا اليوم أخذ جنسية بهذا البلد، لازم أعرف القوانين، لازم أعرف التوجهات والسلوكيات وغيرها من هذه الأمور. نفس الشيء اليوم يسوع يقدم تعليم أخلاقي روحي ملكوتي. وإحنا مشكلة كبيرة صارت عند متى، يعني تشوفون هسه في إنجيل متى التطويبات غير شكل، غير طعم من لوقا. متى الكنيسة مالته كنيسة يهودية، أكو مسيحيين يهود، يعني هم يهود دخلوا صاروا مسيحيين تعمدوا، وهم من دي يدخلون وثنيين، فتكون تيارين، شون تيار محافظ وتيار ليبرالي. نفس الشيء بالكنيسة، متى دي يكتب الكنيسة دي تنقسم. شوفوا هنا أنا. مثل اليوم كنيسة دا تنقسم، أكو تيار دا يجر من الصفحة، يا هو التيار تيار محافظ، تيار اليهودي قوي، هم صاروا مسيحيين وتعمدوا بس بعد امتدادهم للجماعة اليهودية. ليه سيتشلبون بالشريعة؟ وهي الشريعة لازم تطبقوها. يابا احنا صرنا مسيحيين الآن، الأعماد غير شكل، مو يلغيب ولكن ينطفت قراءة أخرى، أمور كثيرة تصير مسيحية هي. صحيح احنا امتداد للشعب اليهودي بين قوسين، الشعب المؤمن، ارض الميعاد، والشعب المختار وغيرها، كل هاي المصطلحات تلقوها في الكنيسة، ولكن اكو بعد اخر تكون في الكنيسة. فليش تبقون انتو على فكركم لا الختان موجود حتى بالمسيحية؟ لا احنا نرجع لللاويين، سفر اللاويين، الذبائح لازم نقدم شو ما الله يابا، ترى الموضوع غير شكل، يسوع والذبيحة القصوى. هسه لا تروحون على سفر اللاويين، انتم مسيحيين. فش صار؟ صار اليهود بدوا يركزون على الماضي، احنا بعدنا يهود. بعدين تكون تيار الاخ، وهذا التيار يصيحون مثل التيار الليبرالي او التيار الجديد اللي هو شنو؟ وثنيين دخلوا الكنيسه وصاروا مسيحيين. ايش قالوا؟ قالوا لازم الكنيسه تنقطع نهائيا عن اليهود وغير شكل، بعد ما لنا اي علاقه بالعهد القديم، احنا يسوع اجى بالعهد الجديد. كثير من عندنا اليوم هيك يفكر، يقول انا ما اقرا العهد القديم، انا بس اقرا العهد الجديد لان يسوع هو بدا العهد الجديد. نو اخوتي، هذا تيار يخوف. ليش؟ لانه دي يلغون التعليم الالهي والاخلاقي اللي موجود في العهد القديم. فلا هذا التيار اللي اول تيار اللي هو تيار محافظ اللي باوع على الكنيسة وكأنه هي شيعة يهودية، شيعة من شيعة اليهود، ولا هذا التيار اللي يقول احنا ما لنا علاقة بالعهد القديم، واحنا بس علينا يسوع المسيح وهو جسد الشريعة في ذاته وانتهت. وهاي فسوى ما تخلى هالتطويبات. ليش؟ حتى يربط بين هذا التيار وهذا التيار. يسوع ما منفصل عن الجماعة اليهودية بالعهد القديم، شون ما موسى بدأ بالكلمات واخذ الوصايا ووصلها للشعب من خلال شنو؟ من خلال هذا اللقاء اللي صار على الجبل. هم يسوع يصعد على الجبل وينطي أيضا كلمات مقدسة. شوفوا أكو امتداد فما كن في صار، هاي واحدة. اثنين، يسوع ما يبقى جو العهد القديم، إنما شينطي قبل هاي الحادثة يدعو أربع تلاميذ
وهنا أنا هذا الكلام اللي أنطيه أساسه ومو بس تحقيق الشريعة، إنما أساسه أنه تسمع وتتعلق وتطبق وصايا الله حتى تدخل الملكوت. شوفوا الآن طلع غير مفهوم اللي هو الملكوت. فمتى ربط بين هذا التيار وهذا التيار حتى ينقذ الكنيسة مالته، إنه لا يضيع هالجماعة ولا يضيع هالجماعة، يخلق فد نوع من التوازن بأن يسوع ينتمي للعهد القديم ويسوع هو بداية نحو عصر جديد اللي هو عصر الملكوت. والآن من هو الأساس؟ الأساس إنه الشخص اللي يسمع كلام الله ويتلمذ على هالكلمة ويطبق الوصايا ويتعلق بيها. وشوفوا هنا أنا. هذا هو التطويبات تربط هالمكانين. فنشوف العهد القديم والعهد الجديد مترابطين في التطويبات. علاج مهم نفهم من عنده انه ابد ما ننكر العهد القديم ونقول بس العهد الجديد، او نتجه العهد القديم ونترك العهد الجديد. شوفوا هنا كل شيء مرترابط. ولهذا اخوتي التطويبات عظيمه عند متى يبدي الكلام مالته يقول طوبة مكاريوس باليونانيه. مكاريوس يعني سعيد المتهني. شوفوا هنا المتهني احنا من نقول عليه؟ اللي عنده فلوس. هسه الطوبة والهنا والسعادة والرفاهية بيت كبير، سمعة بيت على البحر وش اسمه، واو. احنا هسه وي ديفاين، اكيد احنا نعرف الناس من خلال ما يملكون مو خلال ما يكونون. يعني ما نجي على واحد فقير بس انسان عظيم حكيم ما يدير لبال، بس نجي على واحد يعني بس عنده فلوس هذا. فالخطاب هو بما تملك وليس بما تكون، وهذه طامة العصر الكبرى. بس هم بأيام ما تم نفس الشيء ولنهاية الأبد. هاي المشكلة الكبيرة اليوم أخوتي، إنه إحنا يعني نحب الأقوياء، نمجد الأقوياء. فالطوبة لهم لأن شطار عفية أذكياء، ما قلنا شيء. يجي يسوع يقلب الأمور. ليش؟ لأنه الملكوت واقع غير شكل، مناخه غير شكل، مناخه مو مثل مناخنا. مناخه أنه كل ما لك تصغر، كل ما لك تفقد. تصغر تنترز بالمسيح، تفرخ تنترز بالمسيح. كل شيء هو المسيح الميزان. الروح القدس يعلمك هو هاي الحركة اللي هي الانخفاضية، مو الحركة التصاعدية والكبيرة والعملاقية مالتنا. مكاريوس عظيمة يقولها. وإحنا نعرف أنه في أيام متى والفكر اليوناني، مكاريوس يعني السعيد بزواجه، السعيد براحة البال مالته، السعيد اللي يشتغل ونجح، هذا كان يقولون سعيد. بعدين نشوف بالعهد القديم لا، بالمزامير أول ما تبدي المزامير المزمور أول شيء يقول طوبة للإنسان الذي لا يسلك في شسمه وما يسمع مشورة الأشرار وما يقعد في مجلس وهلو مجرا. يعني تحديد الأخلاق، إنه أهم شيء إنه تفكر بأنه تحافظ على نفسك. الإنسان السعيد هو الإنسان اللي يراقب نفسه، إنه يبعد نفسه عن الخطأ عن الأشرار. ليش؟ لأنه صار منتمي لله. فمن ينتمي لله بعد يحاسب على سلوكياته على كلماته. شوفوا المزامير هذا عهد القديم. وبنفس الوقت يلهج نهارا وليلا بكلمة وبشريعة الله. يلهج نهار وليل. إحنا نهار وليل ماكو، إحنا نلهج بس بالكلام المخربط على الناس ودائما متشائمين وكآبة. لكن شوفوا المزمور الأول يقول الذي يلهج ليلا ونهارا، هذا عند الطوبة، هذا عند السعادة، هذا عند الهناء. ليش أخوتي؟ لأنه مراقب نفسه ويراقب نفسه. ليش؟ لأنه بعد حياته مو إلا إنما حياته لله. شوفوا نذكرنا في رسالة غلاطية من يقول بولس مو أني الأحيا إنما المسيح الذي يحيا فيه. باعوا هنا شنو معناها؟ معناها أباوع الصورة أكبر. الصورة الأكبر هو يسوع مو آني. من أكون آني؟ آني وقاعد بالخطية. بس من يكون المسيح الذي فيه؟ ذاك الوقت آني أعتني
أعتني بجسمي، أعتني بنفسي، وأعتني بروحي وفق مقررات الملكوت وفق مقررات كلمة الله. فتشوفون هنا في المزامير يعلمنا على الطوبة، الطوبة الهناء السعادة، ويقول شنو؟ يقول إنه هذه الثقة اللي نبعت من المزامير هي الثقة بالله، ثقة شخصية. شنو الثقة شخصية؟ إنه أنا أتعلق بوصايا. إجا يسوع السوى، أخذ الطوبة خلاها، قام يعجنها من جديد، الآن سوى لها، قام صعدها بعد سقف أعلى. سقف أعلى أخوتي شنو؟ إنه صار للطوبة عينين، عين تباوع على هلاكك، على وضعك، على ظروفك، وعين تباوع على الملكوت. هاي الطوبة بها طعم تعزية، بس مو تعزية على الأرض. يعني نا يسوع ما ينطي شيء، يقول لك مثلا واحد، أنا جاني واحد يقول لي، أقول له أصبر أصبر، الله كريم، الله راح يفتح لك إياها. صحيح هذا كلام طيب، بس يسوع ما يقول هيك. يسوع يقول أصبر، شوفوا هنا، أصبر، لأنه أنت مكانك فوق. شوف، أنت راح تشوف شيء أعظم فوق. من يقولهم طوبى الودعاء أو المتواضعين، أنه عندهم وراثة، وراثة للأرض. طوبى للجياع والعطاش، للبر، ما راح يشربون، راح بس وقت، مو هسه. فيعني أنا مو يسوع يصدمني نوعا ما، أو يعطيني false hope، مثل واحد عنده بعيد عنكم عنده كانسر، هذا المرض اللعين، ويجي الطبيب يخاف عليه، يطبطب على، يقول له لا تدير بال، أنت مشفي، هو النتائج تقول إنه هذا راح يموت. فينقهر الطبيب، خطيه ايش يقول؟ يقول له راح تنشفي، لا تدير بال، راح تنشفي. It's a false hope، أعطيك أمل زائف. لأن من أعطيك أمل زائف راح يصير عندك صدمة مع يسوع. يسوع يقول لي لا تدير بال، انتهت، أنت فقرك راح ينتهي، أنت هاي التعاسة والحزن ماتك راح تنتهي. يعني وانت عايش راح تشوف الأمور تتغير، وإحنا نريد هالشي أخوتي. ليش نجي مرات واي ناس تصلي؟ لأن دا تطلب تغيير ظروف، تغيير حال، مو؟ لكن يسوع ما يقول هيك، يسوع ما يقول لك، يسوع يقول لك أصبر، ابقى ثابت، إلزم بالحبل مال الله وامشي. وين؟ ما أعرف، بالأرض. شو وقت أهد الحبل؟ أبد لا تهد الحبل. زين إذا أهد الحبل راح تضيع الله، إلزم بالحبل أوكي، بس وين؟ راح ندخل بأراضي شوكية، أراضي متحجرة، راح تنجرح رجلك، بس ابقى لازم بالحبل، لا تعوف الحبل. لأنه ما تعرف أنت بأي لحظة تشوف نفسك بالفردوس، بالمكان الحقيقي اللي أنت من أجله لازم هذا الحبل. فأهم شيء منه، أهم شيء الله والحبل. يعني آني كلمة الله وشخص الله، يعني كلمة المسيح وشخص المسيح هم اللي يخلوني أمشي بهاي الحياة. هي هاي الطوبة، إنه أمورك ما راح تتغير، يمكن راح تشوف أتعس ظروف، وأنت تطلب من يسوع إنه يغير ظروفك، ما راح يغير ظروفك بالمعنى اللي تفكر به. دائما فكرنا ما يكون مادي، دائما فكرنا روحي. ولهذا التطويبات أخوتي هي طاقة روحية، هي مو طاقة مادية، هي مو أمور تخلينا نعيش وتنفتح بوجهنا الأبواب. مثل هواية ناس يقولوا يا أبونا سوينا صلاة حتى ينفتح الرزق عندنا، ما يخالف، أكو هيك صلوات ما يخالف، بس مو بس هذا، أكو شيء أعظم. ليش؟ لأنه إحنا هسه اليوم كثير من الخطايا دا نوقع بيها يسببها الآخرين، وكثير خطايا دا نوقع بها سببها الآخرين، وكثير خطايا هي داخلية ونفكر إنه الآخرين دا يسببوها لنا. ولهذا ندير بالنا، يعني مثل ما أنت دا تسوق سيارة بالهايوي ويجي واحد سكران، أنت دا تمشي عدل، دا تمشي بالخط مالتك، ويجي واحد سكران ضربك، زين شنو ذنبك؟ ولهذا يسوحوا أكسدا، مو أني أجي واحد ضربني،
بس أنا تضررت. هيك هي الحياة إخوتي. ما يجي الله يخلي إيده هيك ويقول نو ما تنضربون. هنا أنا أفكر بحياتي الشخصية جسدي وغيرها، بعائلتي، منو راح يعيشهم وهلهم مجرًا، ليش يا رب وما أعرف شنو. لكن أنت باوع على ما بعد الحادث، بعدك لازم بالحبل لو لا؟ اجى انضربت، انحكى عليك، اتأذيت، طوبى لكم إذا عيروكم وسووا هواي أمور، بس أنتوا محافظين علي ولازمين بالحبل مالتي. هاي تطويبات. إنه أنا أصبرك وأقول لك بأنك راح تشوف أعظم المكافآت بس بعدين في الحياة الإسكاتولوجية، الحياة في نهاية الأزمنة. أهم شيء في إنجيل متى تلاحظون هي النعمة العظيمة لما تكون جالس في مائدة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما أنت تحجز مكان، لما تكون لازم بالحبل كل حياتك وتدور تطويبات حقيقية تجمعها للسماوات، إنك باقي ثابت وبقيت ثابت، فإذن أنت لك مكان في هذه الوليمة العظيمة الأواخرية. أما أنك تريد ولائم أرضية فرح تأكل، راح تشبع إلى درجات غير طبيعية، راح تصير مثل هذا الغني الذي لم ينظر للعازر. ليش؟ لأنه كرشك يكبر، عقلك يكبر، وبنفس الوقت تصير عملاق، بعد ما تشوف الصغار أمامك. ليش يسوع يصيحنا الصغار؟ لأنه يريدنا نكون فارغين، يريدنا نكون طوباويين. مكاريوس عندنا اللي هو أنا فرحان بس مو على مود عندي فلوس، مو فرحان على مود عندي شهادات، مو فرحان على مود الناس تحترمني تقدرني، أنا فرحان لأنه بقيت لازم بحبلك يا رب. ولهذا أخوتي مهم جدا أن نباوع على هذول الأشخاص اللي يسوع أفردهم بالتطويبات. هذول ناس مو عاديين. يعني من يجي يقول طوبى الفقراء، ما يقول بس فقراء، شوفوا هنا يقول طوبى الفقراء بالروح. هنا كل شيء بيه بهارات الروح. ماكو فقير بالمعنى، اكو فقير كافر، اكو فقير ينكر الله، بس اكو فقراء بالروح بالمعنى. مو بس فقراء، شوفوا هنا لزموا بحبل الله بالرغم من فقرهم. احنا باقين وياك يا رب، احنا دا نشعر بالضعف، احنا دا نشعر بانه ما عدنا، متجردين. بس شنو طوبى الفقراء بالروح؟ هم الذين لديهم الله وحده فقط، مو الفلوس، مو الدعم، مو السياسة، مو الناس اللي حول، ابد. هم انا بس عندي انت يا رب. بعرف قلت كلمة عظيمة، هذا الفقير. ليش؟ لانه مو بس فقير، وانما فقير وعنده روح. نفس الشيء يقول طوبى للجياع والعطاش من أجل البر. بعض أكو هواية جياع، أكو هواية عطاش، بس من أجل البر. الآن شنو؟ وين يودينا يسوع؟ يودينا على بالتجربة من يجاوب الشيطان. شو يقول له؟ يقول له ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. شنو معناها؟ معناه أنا بحياتي جوعان عطشان، بس أنا ما يهمني لا جوعي ولا عطشي المادي، إنما يهمني جوعي للكلمة، جوعي للقربان من أجي آني كل أحد، من آني أجي. البارحة كان عيد الصليب واليوم هم أجيت. هذا الإنسان the best، مو لأنه أجي للكنيسة، مو لأنه يخلي فلوس بالتبسية، هذا كله الله يخليكم شبروا على صفحة، هاي كلها أمور دنيوية. أنا اللي يهمني هذا. شنو هذا؟ هذا يطلع عائلة قوية. ليش؟ لأنه اجي البارحة ويجي اليوم. لا، مو اجي اني اقول ما دام جيت البارحة فاذا ماكو حاجة اروح اليوم الكنيسة، خليها غير اسبوع يلا احسب. لا، اني تحركني الرغبة، يحركني الحب، يحركني الجوع لله. واو، شو هذا الانسان فظيع. ليش؟ لانه هذا الشخص نعمة. احنا نريد هيجي اباء امهات، لانه يربون عوائل قوية مقدسة. ما يقعد يحسب ويا الله، يحسب انه انا لازم بحبلك يا رب. البارحه اجيت عقبه اروح وغيرها والهم جر. ليش؟ لانه انا وياك يا رب، ما اعوفك، انا جوعان لك، انا عطشان لك. شوفوا هنا يسوع يريدك انت تفكر بان هذول الناس ترى مو عاديين، مو مضطهدين بالمجتمع، حزانه مأذيهم، ظالميهم،
بس هذا الحزين يبكي من هالدمعة هاي تنزل على عينه، والحزن ينقلب إلى فرح لما يفكر بأنه الله حاجز له مكان. لا تدير بال، بس ابقى ثابت وباوع علي. قال له البطرس، قال له تعال امشي على المي. بطرس باوع شو نمشي. بعدين نزل من القارب وبدأ يمشي، أول خطوة ثاني خطوة، فكر بنفسه، فكر بقوانين الطبيعة، وقع بالماء، فكر بالأرض. هذول أهل التطويبات لا، صحيح يعيشون يأكلون يشربون حالهم حال العالم، بس الحياة الباطنية الداخلية مفتوح الخطوة يا الله، وإيدهم 24 ساعة لازم بحبل الله. شي يصير شما يصير بالدنيا من بلاوي إخوتي، هسه تشوفون أنتم مخدرات خيانات سوالف هواية، حدث ولا حرج. من يجي علي يقول لي أبونا شما يصير أنا لازم بحبل الله لا أصير مثلهم، وأنا أبقى عيني فوق. هذا هو المتطوب أخوتي. ولهذا نقولها دائما، مكاريوس هنيئا لكل إنسان يفكر بمكانه فوق. لا تفكرون تخلون مكانات بعقل البشر، لأنه باكر عقبة راح يكسروها لكم بلحظة واحدة. إذا تضوج أي واحد كل كلام الحب راح يقلبه إلى كلام كره ونفاق ويروح يشتكي عليك. ديروا بالكم تحجزون مكانات في عقول البشر. البشر خوانين، لكن صلوا لهم. هاي واحدة، حجزوا مكان في قلب الله. انتوا جماعة التطويبات، انتوا الفقراء، انتوا الودعاء، انتوا الحزانة، انتوا الجياع والعطاش لكلمة الله، انتوا المضطهدين من أجل انتوا مسيحيين، انتوا كل هذه الأمور التي وصفها يسوع في التطويبات. فأتمنى اليوم من تطلعون دوروا على حبل الله دائما. من تصلي الزم حبل الله، قول يا رب أنا بعدني حي ونفسي دا يجي من شنو؟ من الملكوت وليس من هذه الأرض. آمين.